جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والقائل عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والقائل بأبي وأمي: الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، معاداة السامية مصطلح حديث جديد يتكرر كثيرا في هذه الأيام في كل وسائل الإعلام تقريبا، وتردده وكالات الأنباء لا سيما التي تحركها جماعات الضغط اليهودية. أقول لكم دائما: لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون البشرية بصفة عامة والأمة بصفة خاصة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. والأمة وإن سمعت مرارا وتكرارا في كل وسائل الإعلام وفي كل نشرات الأخبار، وتابع المحللين السياسيين والعسكريين والاستراتيجيين وغيرهم، فإن الأمة تبقى متلهفة جدا لسماع الحق على ألسنة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، الذين يطرحون طرحا آخر، طرحا مخالفا ينبثق من كتاب الله جل وعلا ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومن قراءة متأنية للتاريخ عبر السنن الإلهية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال. فطرح العلماء طرح مميز وطرح مختلف، لا لشيء أبدا إلا لأنه طرح رباني نبوي من كتاب الرب العلي ومن كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن العلماء والدعاة إلى الله يغضون الطرف عن التاريخ ولا يغضون الطرف عن أقوال الآخرين ولو كانوا من غير المسلمين ما دامت أقوالهم موزونة بميزان العدل والحق. فنحن لا نرد الحق على لسان أي أحد، وإنما نرد الباطل على لسان أي أحد. وما أجمل وأروع وأدق قولة علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فتعالوا بنا الليلة لنبين الحق في هذه المسألة، في مسألة معاداة السامية. ما هي السامية؟ وما معنى هذه الكلمة؟ ومن هم الساميون؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تدور الآن بكثرة حول هذا المفهوم. وأرجو منذ البداية قبل أن أبين لحضراتكم أصل هذه التسمية تاريخيا، أود أن أبين لحضراتكم أن معاداة السامية مصطلح جديد جدا، لم ينشأ هذا المصطلح إلا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر. وعلى وجه التحديد كان الصحفي الألماني ويليام مار هو أول إنسان يستخدم هذه اللفظة سنة 1879. وستعجبون أن ويليام مار هذا الصحفي الألماني الذي استخدم لفظة معاداة السامية لأول مرة كان يستخدمها لتمييز الحركات المضادة لليهودية وليست المعادية للسامية. أرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمات. هذا الصحفي الألماني ويليام مار الذي كان أول من استخدم لفظة معاداة السامية استخدمها لتمييز الجماعات الألمانية التي خرجت معادية لليهود في ألمانيا بعدما قامت حركة عدائية ضد اليهود في ألمانيا بسبب الكتابات الصحفية المتعددة. وقام هذا الصحفي يشكل هذه الجمعية لرصد هذه الجماعات التي تعادي اليهودية في ألمانيا، ونشأت جمعية جديدة تسمى جمعية معاداة السامية. جمعية معاداة السامية تمكنت، خلي بالك، هذه الجمعية من جمع 255 ألف توقيع تطالب تلك الجمعية بطرد اليهود من ألمانيا. يبقى المصطلح جديد جدا، 1879، يعني في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر نشأت جمعية معاداة أو معادية للسامية، جمعت 255 ألف توقيع في ألمانيا تطالب هذه الجمعية بطرد اليهود من ألمانيا. قامت عدة مظاهرات في ألمانيا تدعم وتقوي هذا الطرح وهذا الاتجاه. حصلت حرب شديدة، واستطاع هذا الحزب الناشئ، حزب معاداة السامية الذي يطالب بطرد اليهود من ألمانيا، على 15 مقعدا في ألمانيا سنة 1893. انتقلت حركة معاداة السامية بعد ذلك من ألمانيا إلى بقية البلاد الأوروبية، تجددت هذه الدعوة لطرد اليهود.